لو الحكايه فيها ان فيتو لما كان في التجهيزات وكل اللي انا طلبته ان يبتدي يتحط يعني برنامج التدريب وان يبتدي نعلن في الاماكن العامه والتجمعات الناس المهتمه بالقصف نبتدي نحط بقى خطوات تنفيذيه. هو ده اللي كان بيثيره الاستاذ خضير بان احنا نقعد بقى قعده تنفيذيه، وانا شايف ان شاء الله فور انتهاء هذا الملتقى باذن الله نقعد قعده تنفيذيه نوضع لها بقى الحدود. احنا سميناها خط خان او الخط العربي او ديوان الخط العربي في قلب مش عايزينها ورش، احنا عايزينها مدرسه تخرج شهاده. يعني انا ما اقدرش ادخل في المساحه دي لانها دوري هو التنميه، التنميه الثقافيه وليس اختار شهادات التعليميه. انا كوزاره الثقافه اعني بالتنميه والبعد الثقافي في الناس اللي عايزه تهتم بمجالات معينه، لكن انا مش دوري ان انا بعطي شهادات علميه متخصصه، انا دوري تدريب ثقافي، واعتقد لو حققنا ده فانا يمكن ده يكون شيء طيب.